sud ka na kwaid? Wala pa tingin naman sa sud siya. Tayo, sa wani. Ang SP Moataz Lasheen Technical Support, Circuit CAD, CAM, and CIR. Session اللي فات اتكلمنا عن what's new, مش عارف مين فيكم كان حاضر ولا حد صح؟ اوكي حضرنا في كنت حاضر حضرناها في اليوسي في اليوسي شويه كده تمام. السيشن النهارده هنتكلم عن ام بي دي موديل بيست ديفينيشن. خلينا نبدا الاول بالهابتايزر يعني الحلويات المقبلات الاول. الرسمه اللي قدامنا ديت المهندس واقف مع الراجل بتاع الانتاج. الراجل بتاع الانتاج بيقول له ده مش موجود في الدراوينج. ايه اللي مش موجود في الدراوينج؟ هو ماشي هنا A B C D بس البالون اللي اسمها E مش موجوده. هو العامل بقى واقف بينفخ البالون. الفكره هنا في ايه؟ الفكره ان الدراوينج دايما بيبقى عندنا فيه مشاكل. دايما بيرجع لنا من الكاستمر او من البرودكشن وبيقولوا لنا الحته دي مش موجوده او انا مش فاهم الدايمنشن ديت كانت بين ايه وايه. هو ايه فكره الدروينج؟ ايه فكره ال 2 دي دروينج؟ الحقيقه ان دوت كودينج والكودينج احنا كمهندسين اختلقناه صح كده؟ يعني ده علم ال 2 دي دروينج دوت هو علم. يعني انا لما بحط دايمنشن باسلوب معين انا لما بحط تولرنس بلس اور ماينس مثلا دي حاجة احنا كلنا فاهمينها كمهندسين. لما بحط بلف ماتيريال، لما بحط انوتيشن مثلا، لما بحط حتى علامة دايرة كده وبعد كده في كون مقطوع، ده فيرست انجل ولا ثيرد انجل؟ هي الفكرة كلها فكرة رموز، احنا كلنا متفقين عليها انترنالي. دي فكرة ال 2 دي دراينج. طيب. احنا في الأجندة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن حاجتين واي ام بي دي ودمنستريشن. بس خلينا نتفق الاول على حاجه. في حاجه في علم الهندسه في الانجنييرنج تكنولوجي اسمها بي ام اي برودكشن مانيفاكتشرنج انفورميشن. يعني انا لو نزلت بيل اوف ماتيريال على الدرايند بتاعي يبقى انا عملت بي ام اي. لو نزلت الدرايند دايمنشنز يبقى انا عملت بي ام اي. لو نزلت انوتيشن، لو نزلت تولرنس، لو نزلت جي دي ان تي الجيومتريك تولرنس، لو نزلت كل ما هو على دروينج هو بنسميه بي ام اي. يعني ايه بي ام اي؟ يعني حاجه هيستخدمها البرودكشن والمانيفاكشرنج علشان يصنع البارت. هو دوت احنا بنسميه البي ام اي برودكشن مانيفاكشرنج انفورميشن. احنا بنحاول نغير التكنولوجي دي شويه، التكنولوجي بتاعت ال 2 دي بنحاول نغيرها شويه عن طريق حاجه اسمها الام بي دي اللي احنا هنتعرف عليه النهارده. زي ما احنا كمهندسين اتفقنا ان في حاجه اسمها 2 دي، في حاجه اسمها انوتيشن، في حاجه اسمها دايمنشن، واحنا كلنا فاهمينها ومتفقين عليها. طب ما ينفعش نتفق على حاجه ثانيه؟ ما ينفعش نطلع انكودنج بطريقه ثانيه؟ ما ينفعش نختصر الوقت بطريقه افضل؟ هو ده الام بي دي. هنتكلم بالتفصيل عن الام دي بس خلينا الاول نعرف هو ليه الام بي دي. الام بي دي هو برودكت فيري هوت. ليه فيري هوت؟ لان معظم او كل الكمبانيز دي they are using ام بي دي من ضمنهم مثلا بي ان جي، جنرال الكتريك، بيكر هيوز، اي اس ان اي. طيب الحقيقه هم مش بس بيستخدموه، ده هم اللي طلبوا ان هم يستخدموه. الفكره فين؟ خلينا نبدا من الاول خالص. انا بيبقى في عندي بارت وليكن مثلا فلانج سيمبل فلانج ديت وانا عايز اصنعه. فعلشان اصنعه الاول بعمل ال 3 دي موديلنج بتاعه. ده 3 دي موديلنج، انا عملت 3 دي موديلنج بتاعه على سوليد ووركس. بس انا محتاج اوصل بعد كده للبروسيس بتاعته اكتر. ايه حقيقه البروسيس اللي هعملها لبارت زي ده؟ باشمهندس يعني انا عشان اصنع البارت دوت محتاج اروح لاني مكنه وبعد كده اني مكنه وبعد كده اني مكنه. الخراطه درينينج تاب. تمام. يعني لو بدانا من الاول خالص احنا الاول بنقطع الستوب. خلينا نبدا مرحله من سكراتش. طبعا صح الكلام اللي حضرتك قلته. بعد كده بنعمل فينشنج للسيرفيس اللي بره. بعد كده بنعمل البور نفسه، البول اللي جوه. بعد كده بنكرم الدرين وبنعمل الفاينل فينش.
مظبوط كده. دي مراحل التصنيع، يعني احنا قطعنا الستوك الاول، بعد كده عملنا فينش للدايمتر اللي بره تمام، وبعد كده عملنا الفينشنج او التوب الداخلي، بعد كده عملنا فينش نهائي للبارت عن طريق ان احنا عملنا السوق للهوز. طيب عشان نعمل ده نزلنا ايه للانتاج؟ نزلنا 2 دي دروينج ده. خليني اسال حضرتك، هو ايه علاقه ال 2 دي دروينج دوت بالمانيفاكشن بروسيس؟ nothing، حقيقة nothing صح؟ يعني انا كل اللي اخدته منه شويه دايمنشن، بس هو لا يعبر بشكل او باخر عن المانيفاكشنج بروسيس. طيب احنا بنقول اصلا ان احنا اخترعنا دروينج او اخترعنا لانجوج نتكلم فيها مع بعض علشان نحط عليها البي ام اي صح؟ يعني اخترعنا ال 2 دي دروينج ده احنا كمهندسين اخترعناه علشان نعمل نحط عليه البي ام اي برودكت مانيفاكشنج انفورميشن. معلش انا بحاول اجيب حضراتكم اسباب ورا قوي، هو احنا ليه اصلا عندنا 2 دي دروينج؟ هو ده السؤال اللي احنا بنساله النهارده، احنا ليه عندنا 2 دي دروينج؟ احنا واي يو ار يوزنج وي ار يوزنج ال 2 دي دروينج؟ طيب ما نقدرش نستبدله بلانجوج ثاني؟ ما نقدرش نعمل طريقه زي ما كنا مهندسين وشاطرين وعملنا 2 دي دروينج، ما نقدرش نستخدم لانجوج ثانيه اللي هي ان احنا نحوله للشكل الطبيعي بتاعه، للشكل الديفولت بتاعه ان هو كان 3 دي. انا مش عايز 2 دي انيمور، انا اصلا ما اشتغلتش 3 دي علشان في الاخر احوله 2 دي، انا عايز نفس البي ام اي موجود على 3 دي. لو قدرت اوجد البي ام اي او البرودكت مانيفاكتشرنج انفورميشن حطيتها على 3 دي، يبقى انا وصلت لمين؟ ام بي دي. يبقى ايه هو الام بي دي؟ الموديل بيز ديفينيشن هو عباره عن ايه؟ هو بي ام اي على 3 دي، يعني البرودكت مانيفاكتشرنج انفورميشن اول ما احطها على 3 دي موديل يبقى انا كده وصلت لموديل بيز ديفينيشن. الفكره واضحه للجميع؟ اوكي اوكي. ولا عيد تاني؟ اوكي. مش واصلين تمام؟ طيب. طيب خلينا نحسب الموضوع دوت عن طريق الكوست. الحقيقه SOLIDWORKS اجرت دراسه كبيره قوي، واحنا SOLIDWORKS احنا وي ار listening all the time، وي ار listening يعني ايه؟ يعني احنا بنسمع الكاستمر بتوعنا، الكاستمر بتوعنا عايزين ايه؟ فرحنا لSOLIDWORKS واحد للديبارتمنت اوف ديفنس في اليو اس اي، فسالتهم يا جماعه انتوا بتستهلكوا قد ايه من الريسورس بتاعتكم؟ يعني كل انجينيرنج ديبارتمنت ليه بادجت مظبوط؟ بينزلوا بادجت السنه. طيب من البادجت ده انتوا اخدتوا قد ايه علشان بس تعملوا تكنيكال دروينج او 2 دي دروينج؟ لقوا ان هم اخدوا تلت الانجينيرنج دولارز ار سبنت ان 2 دي دروينج. تخيلين؟ يعني لو البادجت بتاعت الناس ديت 100 جنيه هم اخدوا 33 جنيه في ان هم بس يعملوا 2 دي دروينج. الكلام دوت شامل كل حاجه بقى، السوفت وير، التولز، الاكسبنس بتاعت الناس، الاوفر هيد بتاعتهم، ايا كان، هو كل دوت تلت 2 دي دروينج. طيب وانا لو ما عملتش 2 دي دروينج ام سيفنج صح؟ انا بعمل سيف للفلوس دي كلها بالنسبه للمنشاه بتاعتي. لا ده في حاجه كمان اسوء، يعني في حاجه بتحصل اسوء، ان 60% of them don't match the actual product. يعني كمان بعد ما بنعمل ال 2 دي دروينج الحقيقه كمان ما بيبقاش ماتشنج مع 3 دي موديل، ما بيبقاش ماتشنج مع البرودكت الاصلي. كارثه. ده معناه ان انا في عندي هنا 40% نون اكوريت داتا، وهو دوت كان الابتايزر اللي احنا اخدناه في الاول. ايه ده؟ فين البالون؟ البالون مش موجوده. تاني كلنا في الدروينج بتاعتنا لما بنيجي نطلع دروينج بنقابل المشكله دي، بنلاقي دايما حد من التصميم من الانتاج تحت بتعرف شوف فين الدايمنشن دي؟ انا مش الدايمنشن دي مش موجوده. تمام؟ طيب علشان كده اخترعنا تاني اللانجوج بتاعت ال ام بي دي، لانجوج جديده هنبدا نتعرف عليها دلوقتي. طيب ليه برضه ام بي دي؟ قالوا ان انا عشان اصنع الدبابه دي محتاج اعمل لها بي ام اي صح؟ الحقيقه ان البي ام اي او ال 2 دي دروينج علشان اعمل دبابه زي كده هيبقى اكبر من وزن الدبابه. تخيل يعني عشان اخد كل كومبوننت من دول
وعمل له تيدي دروين بتاعه. الحقيقه ان مجموعه الورق بتاعته هيبقى اكبر من وزن الدبابه. It doesn't make sense. يبقى احنا عندنا حاجتين هنا. الحاجه الاولانيه ان هو بيستهلك مني فلوس كتير قوي. الحاجه الثانيه الاكيورسي. التيدي دروين هو ما بيبقاش ماتشنج مع الحقيقه. كمان الوقت. طيب ليه دلوقتي جايين نتكلم عن الام بي دي؟ الحقيقه ان احنا جينا في السنه اللي فاتت اتكلمنا عن الام بي دي وبدانا نعرضه للكاستمر بتوعنا وورلد وايد يعني على مستوى سوليد ووركس. فلقينا تقريبا ان 2.5% من الكاستمر بتوعنا هم they like الام بي دي. هم عايزين مش عايزين يشتغلوا 2 دي دروينج اني مور. احنا مكتفين يا جماعه بالبي دي اف. طيب هقول لك على حاجه. هو احنا بعد ما بنطلع 2 دي دروينج بنبعت له الكاستمر بصوره ايه؟ بنبعت له دي دبليو جي؟ لا بنبعت له بي دي اف. ليه؟ علشان ما يقدرش يعدل فيه. مظبوط؟ تمام؟ طيب ده معناه ان انا في الاخر هحول الدروينج بتاعي للمانيفاكشرنج او للكاستمر هحوله لي بي دي اف فايل. طيب انا ليه اعمل ده؟ ليه انا كان عندي 3 دي بعد ما عملت 3 دي بدا يبقى في عندي 2 دي وبعد كده حولت ال 2 دي لبي دي اف؟ طب اقدر اوصل على طول للبي دي اف فورمات؟ هو دوت احنا كنا بنسال عليه الكاستمر بتوعنا. فقالوا احنا تقريبا 2.5% من الكاستمر بتوعنا الريسبونس بتاعهم كان يس وي نيد ذا بي دي اف تو جنريت ذا دروينج دايركتلي. هو دوت الام بي دي. طيب السنه دي الحقيقه عملنا برضو فوت كده. في الفوت دوت لقينا 13.5% من الكاستمر بيز they need الام بي دي. الحقيقه ان اي نيو انفنشن اي اختراع جديد اي تكنولوجيا جديده هي بتعدي الكيرف دوت انا بسميه تشازم كيرف. هي بتبدا في الاول 2.5% بعد كده بتعدي 13.5% ل 34% اللي هم ايرلي ماجوريتي. يعني ايه ايرلي ماجوريتي؟ انا مش هقدر اعيش من غير التكنولوجيا دي. واحنا في مصر عايزين نبقى اب تو ديت. عايزين نبقى بنشتغل بنفس التكنولوجي اللي بتشتغل بيها الناس بره. علشان كده يمكن بنعرض على حضراتكم الموضوع ده النهارده. هو الحقيقه هو الام بي دي هو مش اوفيشال برودكت نوت يت. هو المفروض هينزل ان شاء الله في الكوارتر اللي جاي 2015. بس احنا بنحاول بقدر الامكان نسبق. هو النهارده هو موجود هنا. المفروض في السنه اللي جايه هي 2016 هيبقى نو واي احنا لازم نشتغل كلنا ام بي دي. لان الحقيقه كل الناس هتشتغل ام بي دي. ما انا ما بتعاملش بالدروينج لوحدي. يعني انا ما بعملش دروينج علشان اخبيه. صح؟ انا بعمل دروينج عشان ابعته للكاستمر عشان ابعته للبرودكشن. ده الموضوع كمان جاي منين؟ جاي من سبلاي تشين. يعني الفكره كلها فكره سبلاي تشين. يعني من اول الكاستمر لحد البرودكت. كلنا عارفين يعني ايه سبلاي تشين. من اول الكاستمر لحد من اول السبلاير لحد البرودكت وبعد كده اللي هو الكاستمر يعني وبعد كده باخد الفيدباك من الكاستمر. كل ده هو دوت البي ام اي. انا محتاج ان انا اشير البرودكت مانيفاكتشرنج انفورميشن مع كل الناس. طيب احنا كمان عملنا في سوليد ووركس وورلد. في حد فيكم يعرف سوليد ووركس وورلد؟ سوليد ووركس وورلد؟ تعرف ايه الفرص على سوليد ووركس وورلد؟ تمام. شفت عنه اي فيديوهات؟ من 2009. واو. ايه اكتر حاجه عجبتك في سوليد ووركس وورلد؟ تمام. انت بتحضر الجنرال سيشن؟ بتحضر الكيس ستاديز؟ الفيديو بتاع الكيس ستاديز؟ تمام. خليني اكلمكم عن سوليد ووركس وورلد شويه. احنا مش لوحدنا. الناس اللي قاعدين هنا دول مش هم الناس الوحيده اللي موجوده في العالم مهتمين بسوليد ووركس وورلد. سوليد ووركس عموما يعني. سوليد ووركس بتعمل ايه؟ بتعمل في يناير من كل شهر. يعني في خلال يناير ممكن اول فبراير. بتعمل سيرموني كبيره قوي ثلاث ايام. انا بجد اللي مننا يقدر يجوين السوليد ووركس وورلد اكسبيرينس هايله بكل معنى الكلمه. يومك بيبقى متقسم ما بين جنرال سيشن وما بين تكنيكال سيشن او انت عايز تحضر سيلز ماركتنج ايا كان. وبعد كده في احتفاليه بقى للناس مثلا هم سيلز دبليو بي. مش سيلز دبليو بي؟ تمام. بيبقى ليكوا حفله خاصه.
الناس بتوع CWE بيبقى لهم حفله خاصه، الناس بتوع سيلز بيبقى لهم حفله خاصه، حفلات بقى بالليل. عايز اقول لك انت يومك بتصحى الصبح انت ماشي في قطر، القطر ده هو بيعدي على محطات بتقف تعمل حاجات معينه وبعد كده تكمل تاخد معلومات ثانيه. كميه انفورميشن بتحصل انفورميشن ريسيفنج بتحصل في الفتره دي في الثلاث ايام ده انبليفبل. انت بتطلع من بعد ثلاث ايام انت دماغك مختلفه تماما. بيبقى فيه تقريبا 5000 فرد على مستوى العالم كله بيحضر سوليد ووركس وورلد. الحقيقه ان احنا في سوليد ووركس اي برودكت جديد بنبدا نعمل عنه سيشن. ده شكل السيشن الموجود في سوليد ووركس وورلد 2014. المكان كومبليت، ما كانش فيه مكان حتى اخش، يعني فعلا انا حاولت اخش القاعه مفيش مكان، وقفت ورا. ده دليل او يعني حاجه بتقول لنا قد ايه ان التكنولوجي ديت هي اتس كومينج. هو في النكست 2 ييرز ماكسيمم هتبقى مانداتوري، كلنا بنشتغل بنفس الكونسبت ده. طيب اي اس ان اي قالوا ايه؟ وي سند لوس اوف 3 دي بي دي اف تو اور فيندرز. تو اور سربرايز ذا سبلاي تشين فيندرز هازنت هاد اني بروبلم. دول كاستمر سوليد ووركس جربوا الام بي دي اشتغلوا عليه، هو بيعمل سندنج ل 3 دي بي دي اف. يعني ايه 3 دي بي دي اف؟ 3 دي بي دي اف الموديل ممكن تعدل فيه؟ لا، البي دي اف عموما ما ينفعش تعدل فيه. ممكن تعمل موفمنت للبارت وهو جوه. انتوا عارفين اصلا 3 دي موديل طلع 3 دي بي دي اف؟ مين عارف الفايده؟ اوكي عظيم تمام. يعني انا ممكن اطلع بدل ما اطلع 2 دي بي دي اف انا ممكن اطلع 3 دي بي دي اف من سوليد ووركس. كويس. هم استخدموا الام بي دي وبداوا ياخدوا الام بي دي البي دي اف فايل، هو بيبقى 3 دي فايل، ويبعتوه على طول لمين؟ للكاستمر بتاعهم، بيبعتوه على طول للبرودكشن. هم ما عندهمش اي مشكله في الموضوع دوت، لا الكاستمر عنده مشكله ولا البرودكشن عنده مشكله. كوبيك بيقول ايه؟ Our customers, aerospace and defense, are currently requesting both the MBD document as well as 2D drawing. يعني زي ما هم كان مانداتري عندهم في يوم من الايام ال 2D drawing، لا كمان دلوقتي بقى مانداتري عندهم ان هم يبعتوا ال 3D PDF. طيب الفاليو، ايه الفاليو؟ احنا قلنا الكلام دوت هو كوست. انا بالكامل ثلث الفلوس اللي بتدفع في الانجنييرنج، البادجت بتاعت الانجنييرنج، انا ام سيفنج ثلث الفلوس دي. تمام؟ التايم سيفنج، بدل ما بروح اعمل 3D وبعد كده احوله ل 2D واحط عليه المانيفاكشنج داتا، لا هو 3D قدامي، فانا انا كده كده بكت تايم رهيب. هو في حد عنده اكسبيرينس في ال 2D drawing؟ يعني في حد اشتغل 2D drawing بيده؟ يعني كان في عمل مطلوب منه drawing اشتغل على سوليد ووركس، خلص ال 3D file وبعد كده طلع 2D drawing. طب بياخد منك قد ايه؟ يعني مثلا خلينا نسال لو ال 3D file خد من حضرتك يوم، ال 2D خد منك وقت قد ايه؟ يوم ونص تقريبا. الحقيقه هو ده رقم منطقي جدا، وخصوصا في الاول، وخصوصا في حاجه انت لسه اول مره تعملها، ان الوقت اللي انت اخدته في ان انت كرييت 3 دي فايل تقريبا انت محتاج قده على الاقل علشان تكريت 2 دي دروينج. هو دوت التايم سيفنج اللي احنا بنتكلم عنه، ان انا لا خلاص نو مور 2 دي دروينج، انا شغال برضه على 3 دي، ام كرييتنج ال 3 دي دايمنشن او البي ام اي على 3 دي دايركت. الكواليتي امبروفمنت، احنا اتكلمنا عن ان 60% من الداتا اللي انا بحطها على 2 دي دروينج هي نوت ماتشنج ال 3 دي، وفي الاخر البرودكشن بيجي يقول لي فين الدايمنشن دي؟ فين الدايمنشن دي؟ الستاندرد كومبلاينس اللي هي انا لازم دايما ابقى ماشي اكوردنج للستاندرد. الستاندرد بتاعنا في الرسم يا اما ايزو يا اما داني يا اما اسمي، هو الام بي دي هو ماتشنج تقريبا كل انواع الستاندرد. تاني السيفنج هنا ان كل فلوس ال 2 دي دروينج هي في الاخر دخلت جيب الانجنييرنج. طيب سوليد ووركس ام بي دي موجود فيه ايه؟ هو بينزل على طول مع البيز بتاع سوليد ووركس ستاندرد، بينزل عندنا الام بي دي. هو بيوفر ايه؟ بيوفر اول حاجه 3 دي انوتيشن، ودي حاجه يونيك يمكن في سوليد ووركس، ان انا اقدر احط انوتيشن في 3 دي عن طريق حاجه اسمها دم اكسبرت. حد عارف الدم اكسبرت؟ دم اكسبرت؟ اتفضل يا شمس. تعرف ايه عن الدم اكسبرت؟ طلع الايميل كان على 3 دي
بتعدي تمام. ممكن انا اخد صوره منه تمام. بدل بقى ما ناخد صوره منه هنطلع منه الام بي دي 3 دي بي دي ام. كويس ماشي كده. الديم اكسبرت هو احد اسواق التكنولوجي SOLIDWORKS انتليجنت فيتشر تكنولوجي. في SOLIDWORKS حاجات انت ما بتاخدش بالك منها بس هي شغاله معاك. ايه ده بتقول هو ده بيحصل ازاي؟ معقول؟ زي مثلا الفيلم انك تختار ايد واحد يروح مطلع لك تول بار كده ممكن تختار فيه مجموعه من ايدز كتير قوي. زي مثلا هو ممكن يرتب لك الفيلم اوتوماتيك على طول من الفيلم الاكبر للفيلم الاصغر، حاجه اسمها فيلم اكسبرت. زي مثلا اللي عندك مشكله في السكتش وطلع حاجه اسمها سكتش اكسبرت، اول ما يدي لك اوفر ديفاين. حد اشتغل على الموضوع ده قبل كده؟ يس. تمام. ايه الموضوع جميل ها؟ بيدي لك اقتراحات صح كده؟ تختار منهم. يعني انت عندك مثلا اربع حلول عشان تحل الاوفر ديفاين سكتش، فهو بيديك الاربع حلول انت عايز تختار منهم مين، فبتقول له اكسبت. هو دوت دي حاجه كول تكنولوجي جوه SOLIDWORKS اسمها SOLIDWORKS انتليجنت فيتشر تكنولوجي سويفت تكنولوجي. من ضمن الحاجات دي حاجه اسمها ديم اكسبرت دايمنشن اكسبرت، هنتكلم عنه هنشوفه لاين. ايه دايمنشن اكسبرت؟ هو بيديك 3 دي انوتيشن زي ما الباشمهندس قال على السطح كله، مش بس كده كمان ده بيديك الستيتس بتاعت البار فين الدايمنشن الناقص. ودي حاجه احنا بنستخدمها حتى لو ما استخدمناهاش في 3 دي دروينج، دي حاجه احنا بنستخدمها علشان على طول نروح مطلعين فين الحاجه الماسك. انا مش لسه هستنى لما الدايمنشن حتى في 2 دي دروينج، مش لسه هستنى حتى ما الدايمنشن تنزل الانتاج وبعد كده حد يطلع لي يقول لي ايه ده ده في دايمنشن ناقص. طب انا ممكن استخدم الديب اكسبرت تمام. ودي اول حاجه موجوده في الام بي دي ستاندرد. بعد كده الفيوز زي ما احنا في الـ 2D drawing محتاجين نطلع isometric view front و top و right detail view section view. الـ MBD بيديني كل الامكانيات دي. كمان اقدر اطلع الكلام ده اقدر اطلعه في صورتين، الصورة الاولانية اللي هي PDF 3D PDF والصورة الثانية اللي هي e drawing. مين عنده e drawing على الموبايل بتاعه؟ نو تمام مش معنى اندرويد؟ e drawing اندرويد؟ انا نوكي موجود انا نوكي اندرويد موجود، الاي دراون كمان موجود على الماك. ده معناه ان احنا ممكن نشوف البارت عندنا 3 دي على موبايل دايركت على طول. اوكي البوزيشننج احنا عارفين ان SOLIDWORKS ما بقاش مجرد كاد، احنا حتى دايما بنستخدم دلوقتي الكلمه بتاعت بيوند كاد. احنا ما وراء الكاد في برودكتس كتيره قوي. نبدا بمين؟ ده SOLIDWORKS 3 دي كاد تمام. مين يعرف حاجه عن البرودكت داتا مانجمنت؟ بي دي ام. بي دي ام بي دي ام لا البي دي ام اقل شويه من البي ال ام. ايه البي دي ام؟ انتوا عارفين ان احنا كمهندسين المفروض نبقى عارفين بي دي ام قبل ما نعرف SOLIDWORKS. دي حقيقه. ايه البي دي ام؟ احنا واحنا شغالين في ريل انفايرمنت فعلا في انجينيرنج ديبارتمنت في انجينيرنج هيد، والانجينيرنج هيد دوت بيعمل ابروفل للدرونج بتاعنا بينزل بعد كده على التصنيع، بعد كده بيبقى في حاجه اسمها ريفيجن وفيرجن بيرجع لي تاني التصميم، فبعد كده ببدا اعمل تغييرات عليه المفروض بيبقى مرفوع بناء على حاجه اسمها ايكو انجينيرنج تشينج اوردر. عايز اعمل تريسنج لكل التعديلات ديت. كل الكلام دوت هو مين؟ البي دي ام. الحقيقه ان احنا شويه في مصر شغالين الفايل بتاعك فين؟ على الجهاز اهو. طب انت مش موجود. مين اللي شغال على الفايل ده دلوقتي؟ مين اخر واحد عدل على الفايل؟ طب هو الفايل دوت عمله دليل؟ مين اللي عمله دليل؟ اخر فيرجن نزلت الانتاج كانت فين؟ مين اللي عمل عليها ابروفل؟ الهيستوري بتاع الفايل من اول ما الفايل اتعمل له كريشن، طب اقدر ارجع في كلامي وارجع للفيرجن رقم 3؟ كل الاسئله ديت اجابتها فين؟ PDM Product Data Management. هو دوت Product Data Management. طب مين عارف حاجة عن SOLIDWORKS Electrical؟ SOLIDWORKS Electrical. إيه ده؟ طب واضح إن مفيش حد أصلا عارف إن في حاجة اسمها SOLIDWORKS Electrical. أنا عارف شوية كده بسيط. إيه بقى؟ طب سمعت عنه؟ باشمهندس أنت دايما بتجاوبني. حاولت أجاوبني المرة دي. باشمهندس مش عايز تحس. بسيط كده يا باشمهندس يعني. بسيط
هو بيهتم من هو احنا عشان بتوع ميكانيكا يعني فالالكتريكال خلاص اول ما اسمع اني عامله ده بتاع كهرباء مش عايزين منه حاجه. هو احنا ما بنرسمش كمهندسين ميكانيكا ما بنرسمش دوائر بسيطه اكيد بنرسم دوائر بسيطه صح؟ طيب ليه ما بنستخدمش حاجه زي السوليدورس الكتريكال نعمل منها حاجه اسمها سنجل لاين دايجرام. ده انا في عندي دائره بسيطه وليكن مثلا قاطع تيار مقاومه سورس صح كده دي ابسط الدوائر الكهربائيه على الاطلاق. الكلام دوت بيتنفذ عندي في 3 دي ميكانيكال دايركت على طول. احنا عارفين ان الكاد اصلا نصين حاجه اسمها ام كاد ميكانيكال كاد حاجه اسمها الكتريكال كاد اي كاد. الميكانيكال كاد هو بالكامل طبعا تبع سوليد ووركس مغطي كل النواحي بتاعته. طب الالكتريكال كاد قلنا لا احنا عايزين ننزل حاجه اسمها سوليد ووركس الكتريكال نعمل انتجريشن فولي انتجريتد مع الميكانيكال بحيث ان انا لو بعمل دايره الدايره دي 2 دي سكيماتيك دايجرام اقدر بعد كده ان انا اعمل لها ماتشنج مع 3 دي تنزل كل الروتينج كيبلز بالداكس بالحاجات دي كلها تنزل اوتوماتيك على طول. طيب سيميوليشن مين فينا اشتغل سيميوليشن؟ سيميوليشن اكسبريس لحد فين؟ لحد فين يا باشمهندس؟ ستاتيك ولا اكسبريس ولا موشن؟ موشن وستاتيك باشمهندس موشن وستاتيك مين تاني؟ طيب على بارت مثلا واحد على انسس مش على سوليد ووركس. طيب بص هو انسس هو البرنامج الاقوى على الاطلاق طبعا نو واي بس هو الفكره ان هو مش كوميرشال. يعني ايه مش كوميرشال؟ يعني علشان انا اتعامل مع برنامج زي ده انا محتاج ان انا ابقى ريسيرش علشان اتعامل معاه. يا جماعه انا بشجعكم كلكم ان انتوا تفتحوا سوليد ووركس سيميوليشن النهارده تبدا تشتغل عليه. البرنامج اسهل مما نتخيل مش محتاج حتى ان انا ارجع في الباك جراوند بتاعتي وادور ايه الثيوري في ماشين وايه اللي يلد سترينث وكانت معادلته ايه و انا مش محتاج اعمل ده. هو دوت السوليد ووركس سيميوليشن هي دي ميزته الحقيقيه ان انا بس عندي ثلاث حاجات محتاج ان انا اعرفهم ماتيريال ريسترينت فورس ذاتس ات وبعد كده ابدا اشوف اللي حصل ده منطقي ولا مش منطقي من وجهه نظر انجينيرنج سنس وبعد كده ابدا اعمل ريسيفنج للريزلت بس ما اخدش اول ريزلت قدامي لا اعمل فاين تيونينج واعمل ريزلت تاني اعمل فاين تيونينج واعمل ريزلت تاني واشوف تغيير الريزلت ديت او الانبوتس بتاعتي تغيرها ازاي على الريزلت. السوليد ووركس سيميوليشن هو بدا من اول الستاتيك بعد كده في حاجه اسمها بروفيشنال فايبريشن فاتيج كل الحاجات ديت ثيرمال اناليسيس بعد كده معدي معانا للنونلينير والكومبوزيت سيميوليشن. في حاجه في الاخر اسمها تكنيكال كوميونيكيشن زي ايه؟ نسمع عن سوليد ووركس كومبوزر. ايه سوليد ووركس كومبوزر؟ الناس بتوع العربيات ايه؟ لا هو انا لسه ما خدتش فيه حاجه بس لسه ما بداتش بس اسمع عنه. تمام. السوليد ووركس كومبوزر هو اداه من الادوات اللي احنا بنكومنيكيت فيها مع بعض بحيث ان احنا قلنا ايه؟ بدل ما نقعد نكتب كلام عن البرودكت بتاعنا ونحط ال 2 دي دروينج احنا عايزين شكل تاني من اشكال الكوميونيكيشن زي الكتالوجات مثلا زي الماركتنج ماتيريال زي السيلز جايد زي المينتنس جايد زي الحاجات ديت احنا بنعبر عنها ازاي؟ بكلام. طيب بدل ما نحط كلام ينفع نحط صوره؟ ما هي الصوره بتغني عن 1000 كلمه معروفه. طيب بدل ما احط صوره ينفع اعمل فيديو؟ طب ما هو الفيديو بيغني عن 1000 صوره. هو دوت السوليد ووركس كومبوزر ان انا بكوميونيكيت من خلال صور من خلال فيديوز يوريني من خلاله هو انا موجود فين انا بعمل ايه عادي عايز اعمل مينتنس مثلا فبدل ما اوري المينتنس دوت من خلال كلام لا انا ممكن اوري المينتنس دوت من خلال فيديو افك المسامير دي الاول البطاريه صدقكم معلش عذرا هنغير بس البطاريه ونرجع لحضرتك الحال ايوه بالظبط كده هو كان اسمه الاول 3D باي كومبوزر وده احد طبعا الكاتيه الريسورس سيستم الريسورس سيستم لا هو مش كاتيه هو الريسورس سيستم برودكت هو كاتيه برضه احد الريسورس سيستم برودكت 3D باي هو كبير برضه حاجات فيه 3D باي تول وفي 3D باي حاجات كتير من ضمنها 3D باي كومبوزر 3D باي كومبوزر بقى اون باي سوليد ووركس دايركت على طول فعشان كده سميناه سوليد ووركس كومبوزر. من ضمن التكنيكال كوميونيكيشن حاجه اسمها سوليد ووركس انسبكشن نسمع عنه؟ لا يا جماعه لا اول مره لا تسمع عن سوليد ووركس انسبكشن؟ ايه موضوع سوليد ووركس انسبكشن؟ السوليد ووركس انسبكشن هو
احنا علشان نقدم فايلز للكواليتي للناس بتوع كواليتي احنا بنديهم الدرون بتاعتنا وبعد كده بنقول لهم انسبكت الدايمنشن دي وانسبكت الدايمنشن دي وانسبكت الدايمنشن دي. الراجل الانسبكتور او الراجل بتاع كواليتي بيبدا يروح مع ال ال اللي اسمه ايه ده الكاليبر ايا كان نوعه ايه. بعد كده بيبدا يقيس وبيشوف المقاسات او الدايمنشن ديت بلس او ماينس كام وبناء عليها بيبقى في اكسبتد رينج و ريجكتد رينج. SOLIDWORKS انسبكشن بيعمل الكلام ده اوتوماتيك على طول. هو اوتوماتيك انت بس بتحدد له فين الدايمنشن بتاعتك والدايمنشن ديت هو اوتوماتيك على طول بيعملها انزرت في اكسل فايل. ولو الكاليبر بتاع الانسبكتور ديجيتال هو اوتوماتيك على طول بياخد الدايمنشن او بس ما يقول له اوكي هو ده الدايمنشن انا عايزها تبقى انزرت على طول في الاكسل فايل وتبدا تطلع منها الاكسبتنس رينج. احنا موجودين فين؟ معلش انا بعدت شويه عن الام بي دي علشان بس ادي حضراتكم اوفر فيو اكتر عن SOLIDWORKS برودكت او بورتفوليو. الام بي دي موجود فين؟ هيبقى في التكنيكال كوميونيكيشن هينزل معانا في التكنيكال كوميونيكيشن. خلينا نخش بقى في الدمستريشن. اول حاجه في الدمستريشن اللي هي بي ام اي. احنا اصلا بنعمل بي ام اي ازاي على SOLIDWORKS؟ خلينا نشوف. طيب ده بارت قدامنا. البارت دوت انا عملته ب SOLIDWORKS وبعد كده عايز ابدا اطلع عليه الدايمنشن بتاعته. الدايمنشن بتاعته هتبقى من خلال البي ام اي. خلينا نفتح SOLIDWORKS نعمل الكلام ده لايف احسن. احنا اتكلمنا عن ديم اكسبرت مظبوط. حد فينا جرب يعمل حاجه بالديم اكسبرت؟ اشتغل على ديم اكسبرت؟ طيب انا عشان كده يمكن عايز اشتغل لايف النهارده علشان تشوفوا بنفسكم هو قد ايه الموضوع سهل. احنا في الاول علشان نبدا نقيس دايمنشن احنا عشان نقيس الدايمنشن ديت محتاجين داتم صح كده؟ محتاجين داتم في الاتجاه مثلا اكس، داتم في اتجاه واي، داتم في اتجاه زد. وبعد كده هو SOLIDWORKS هو اللي هيقوم بالباقي، هو اللي هيطلع لي كل الحاجات اللي باقيه. خلينا نشوف. يعني في البارت اللي قدامنا ده انا عايز اطلع الدايمنشن بتاعته. دي التابل بتاعت الديم اكسبرت مجرد انا هقول له طبعا دي الدايمنشن اوريدي موجوده فعايزين نعرف الدايمنشن ديت ظهرت ازاي. علشان اطلع الدايمنشن بختار حاجه اسمها ديم اكسبرت. هو بيسالني هنا عن البرايمر ديتم وبعد كده بيسالني عن السكند ديتم والثيرد ديتم وبعد كده بقول له اوكي. الموضوع خد مني تقريبا كام؟ 3 ثواني. كل الدايمنشن مش بس الدايمنشن ده الدايمنشن كمان طالعه بيه الجيومتريك توليرنس. طيب هو الستيتس بتاعت البارت دلوقتي ايه؟ جرين. جرين مينز جو. انا متاكد مليون في الميه ان انا لو نزلت الدايمنشن بتاعتي كده بالمنظر ده على البارت دوت ايفن حتى لو هي في 2 دي دروينج انا متاكد مليون في الميه ان مفيش ولا ميسنج دايمنشن. محدش يقدر يطلع لي اصلا ويقول لي باشمهندس ده في ميسنج دايمنشن. نو واي. فانت حتى لو هتعمل 2 دي دروينج حتى لو هتعمله مانوال خلي موضوع التشيك دوت معاك قدام اكسبرت انت تقدر تشوف من خلاله فين الفيزز اللي مش هتعرفها. يعني انا لو جبت هنا مثلا دايمنشن وليكن الدايمنشن خلينا ناخد دايمنشن واضحه شويه. دايمنشن دي عملت لها ديليت بعد كده سالته عن الستيتس هلاقي هنا في فيز باللون ايه؟ الاصفر. انا عملت فورسنج لاحد الدايمنشن انها تبقى ماسك. شوف SOLIDWORKS سمارت ازاي. هو بدا يقول لي خد بالك الفيس دوت باللون الاصفر تكات ده في ميسنج دايمنشن يبقى واي نوت ان انا احط البي ام اي بتاعتي بحاجه زي ديم اكسبرت. واي نوت ان انا استخدم السوفت تكنولوجي الموجوده في SOLIDWORKS. اميزنج صح؟ اوكي. طيب انا بعد ما عملت البي ام اي هو ده دي الفكره كلها في البي ام اي. طبعا انا اقدر احط الدايمنشن بايدي يعني انا ممكن اشتغل بسمارت دايمنشن وحدد دايمنشن مثلا ما بين فيس وفيس. هي دي الدايمنشن انا كنت عملت لها ديليت اوكي وبعد كده هشوف تاني الستيتس بتاعتي فهلاقي ان هو بدا يفهم ان الدايمنشن ديت ما عادتش ماسنج اني مور فبدا يديني الفيس دوت باللون الاخضر. طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع البي ام اي. بي ام اي كرييشن عن طريق الدم اكسبرت.
طيب export to 3D PDF عن ايه drawing. الكلام ده بيحصل ازاي؟ خلينا نشوف كده الانترفيس بتاع الـ MBD. هو انترفيس سهل قوي. هو الحقيقة مش انترفيس، هو نفس SOLIDWORKS، بس كل حاجة ان احنا زودنا عليه تابة تحت اسمها 3D views. في 3D views هو بيبدأ يقول لي او بيوريني كل الـ views اللي انا عايز اعمل لها saving، وهبدأ احط عليها الـ PMI. الـ PMI انا جبته منين تاني؟ انا جبته من الدم expert، او even حتى جبته من dimension عادية ايا كان الـ reference dimension. ديت views already عم اعمل لها saving. هي كل الـ views ديت زي مثلا 3D view right datums، هي نفس الـ views اللي حضرتك بتعملها على 2D drawing، انا هنا اعملها بس اعملها على مين؟ على 3D direct. حتى كمان في حاجه اسمها dynamic annotation view. لو الـ annotations كتيره قوي فهو بيبدا يظهر لك فين، اول ما بتروح لمكان معين بيظهر لك فين الـ annotation اللي هتبقى related للـ view ده. تمام، احنا عايزين دلوقتي نكابتشر فيو جديد، عايزين نعمل فيو جديد، وليكن الفيو دوت هو الفرونت. انا ممكن اكابتشر الفرونت دوت من اكتر من انوتيشن فيو، يعني انا واقف على الفرونت وهاخد الدايمنشن اللي موجوده على الرايت. الدايمنشن الموجوده على الرايت ببدا احولها بس انها تبقى بدل ما تبقى في الرايت انوتيشن فيو تبقى في الفرونت انوتيشن فيو. ذاتس ات. طبعا عايز اضيف دايمنشن جديده. في حاجه طبعا في الدم اكسبرت، ده من ضمن التولز الموجوده في الدم اكسبرت، بكابتشر بيها بي ام اي. ان انا بس اخترت الفيس دوت هو اداني السايز بتاع الفيس، والسايز بتاع الفيس عباره عن ارتفاعه والعرض بتاعه. تمام، كل ده في كليك واحد، انا نزلت اثنين دايمنشن. طيب انا عايز احط جيومتريك ترانس. جيومتريك ترانس بيتحط من جيومتريك ترانس اللي موجوده في الدم اكسبرت، وانا بحدد الفيس بتاعي ان هو مثلا وليكن بيربنديكولر على السي ده الديتم بتاعي، والترانس بتاعه 0.5. We can read the encoding دوت، بس بدل ما اعمل له ريدنج في 2D انا محتاج ان انا اعمل له ريدنج في 3D. خلاص انا اولموست خلصت، انا محتاج ان انا اطلع الكلام ده في تمبلت. طيب كل واحد فينا شغال في منظومه معينه في شركه معينه، محتاج ان هو يكريت هيز اون تمبلت. الكلام دوت موجود في ال MBD دايركت على طول، ان انا I can generate my own تمبلت. يعني التمبلت دوت كما انا كنت شغال على PDF editor، بس هو PDF editor related بس التمبلتس بتاعت الـ MBD. اقدر كمان اعمل لينك ما بين البروبرتيز اللي هي الموجوده في البي دي اف فايل، وعاملها لينك بالبروبرتيز جوه SOLIDWORKS. مين بيستخدم SOLIDWORKS بروبرتيز؟ مين بيستخدم SOLIDWORKS بروبرتيز؟ لو مفيش حد بيستخدم SOLIDWORKS بروبرتيز يبقى مفيش حد بيطلع بلاك ماتيريال، صح؟ تمام، اوكي. تمام. على فكره يا جماعه، اللي فينا بيخلص الفايل بتاعه بعد ما بيرسم سكتشز وفيتشرز، وبعد كده بيعمل فيلتس وكل الفيتشرز الجميله وبيوصل ل 3D، هو ما خلصش. هي هو ما خلصش. مش بقول لك كمان قبل ما يروح لل 2D، لا ده هو فعلا ما خلصش البارت. قبل ما يقفل البارت لازم يخش على فايل منيو، وبعد كده بروبرتيز. يديك الديسكربشن بتاع البارت، يديك الماتيريال بتاع البارت، يديك الويت بتاع البارت. لان كل الكلام دوت هيستخدمه بعد كده في التايتل بلوك بتاع دراينج دايركت على طول، مش هيعمل له انزرت بايده. نو واي، قديمه قوي الطريقه. تمام، بعد كده كل الكلام دوت هنزله في البلوك ماتيريال. يبقى بعد ما نخلص البارت SOLIDWORKS ما تقفلش، لازم تخش على فايل بروبرتيز. طيب انا هنا هربط البروبرتيز زي ما احنا شايفين كده، ده البروبرتيز بتاعتي، هربطها بالتمبلت الموجود في البي دي اف. بعد كده هقول له اوكي، هو بيبدا دلوقتي كابتشر فيوز ويطلع لي 3D بي دي اف. ده شكل 3D بي دي اف. هي طبعا مش 2D، هي 3D. يعني انا في اي وقت اقدر اكليك هنا اعمل زوم ان زوم اوت، المفتوح قدامنا دوت ادوب ريدو، صح؟ انا كمان لما بعمل كليك على دايمنشن معينه او بعمل كليك على انوتيشن معينه، هو بيوريني فين ريليتد فينز. كده احنا عملنا ماتشنج. الفاليو هنا ايه؟ احنا عملنا ماتشنج بالكامل من 3D للاوتبوت. ال PMI كلها او البرودكت مانيفاكشن انفورميشن كلها موجوده على البي دي اف. انا ما عملتش 3D دراما، انا عملت سيفنج للتايم، عملت سيفنج للكوست. اوكي، وهي ديت تاني التكنولوجي او اللانجوج الجديده اللي احنا كانجنييرنج المفروض نتعامل بيها من هنا ورا. الكلام ده بس مش بيطلع على البي دي اف، الكلام ده كمان بيطلع على الاي دراينج. زي ما اتفقنا الاي دراينج يو كان داونلود ان يور موبايل. الحاجات الاكسترا بقى ان انا كمان اقدر اطلع مثلا ديتيل فيو.
ان انا اقدر اطلع سكشن فيو. ويمكن من الحاجات الموجوده الجديده في سوليد ووركس 2015 ان انا بنزل حاجه اسمها بريك فيو. البريك فيو دوت كنا بنعمله بس في 2 دي دروينج، مظبوط. النهارده نقدر نعمله في 3 دي عن طريق حاجه اسمها بريك فيو. انا بحدد فين الاماكن اللي انا عايز. طبعا الكلام ده بنعمله بس في البرودكتس او البارتس اللي هي طويله قوي ونفس الكروس سكشن. فانا بحدد فين الاماكن اللي انا عايز اعملها فيها بريك، بحدد البريك جاب، بريك جاب. بعد كده بحدد شكل البريك، يعني المواسير ديت مثلا عايزه تبقى الشكل القطع بتاعها يبقى عامل ازاي، يا ترى اس بي لاين، يا ترى بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده. دي من ضمن الحاجات الجديده في SOLIDWORKS 2015. على فكره الكلام ده مش بس بنستخدمه في الام بي دي، ممكن نستخدمه في اي في الجنرال، يعني في SOLIDWORKS 2015 الجنرال. تمام. وفي الاخر برضه نقدر نطلع كل الكلام دوت على البي دي اف او 3 دي بي دي اف. يعني احنا اولموست وصلنا للاخر، بس عايز اعمل سمرايز لحضراتكم اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم عن بي ام اي، برودكت مانيفاكتشرنج انفورميشن، اي انوتيشن دايمنشنز بنزلها على دروينج. غيرنا او بنحاول نغير الكونسبت دوت عن طريق تكنولوجي جديده اسمها ام بي دي، موديل بيز ديفينيشن. لان انا لو نزلت الكلام دوت على 3 دي انا ام سيفنج الكوست، ام سيفنج التايم، ام increasing the accuracy 100%. لان انا ال 3 دي هو هو نفسه انا شغال عليه، وبعد كده بطلع منه ال 3 دي برضه. تمام. نفس الانوتيشن نفس الدايمنشن هي موجوده قدام. تمام. الكلام دوت بطلعه في صوتين، حاجه اسمها 3 دي بي دي اف، حاجه اسمها دي دروينج. كل الكابابيلتيز موجوده، يعني عايز اطلع دايمنشن، احط تولرنس، اعمل بيل اوف ماتيريال، اعمل سكشن فيوز، اعمل بريك فيوز، كل الكلام دوت موجود. يعني قبل ما نختم، لو في اي اسئله لحضراتكم، اسئله؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ جميل جدا. How do you find it؟ انا عارف ان التغيير صعب، متفقين التغيير صعب. بس اتفضل. SOLIDWORKS 2015؟ 2013. معلش السؤال. باشمهندس بيسأل هو الكلام دوت هينطبق على SOLIDWORKS 2013؟ فبقول له لا، هو الكلام ده هينطبق بس من اول SOLIDWORKS 2015. في اي اسئله ثانيه؟ مش حضرتك تتوقع يعني ان الموضوع يبقى مطبق في المصانع، يعني الناس الفنيين بينزل لهم رسم 2D متعودين على كده، يعني عشان يطبقوا حاجه زي الام بي دي دي هياخدوا وقت كبير، هيبقى الموضوع صعب شويه. الفنيين والمهندسين هيغيروا المنظومه، بدل ما كانوا بيتعاملوا مع 2D وفاهمينه دلوقتي مضطرين ان هم مثلا يعني مهندس يقعد معاهم. طيب افتكر مثلا الموضوع ده ممكن ياخد وقت قد ايه عشان يبقى يطبق مثلا في المصانع وكده؟ يعني انا ممكن استغل الفرصه وانفايت مستر رضا تو انسر ذا كويستشن. مستر رضا فروم SOLIDWORKS، ذا اورجست توداي.